كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن انسحاب إريتريا من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قبل أقل من أسبوع على مباراتها الافتتاحية وكانت إيرتيريا ضمن المجموعة الخامسة حيث كان من المقرر أن تفتتح مشوارها في التصفيات بمواجهة المغرب الخميس المقبل ولم يكشف بيان الاتحاد الدولي للعبة عن إسباب الانسحاب من سباق الترشح لكأس العالم المقبلة المقررة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية كما أكدت الفيفا استمرار مباريات المجموعة الخامسة دون تغيير والتي تضم زامبيا الكونغو تنزانيا بالإضافة إلى النيجر والمغرب